يا ميزان، في عندك هروب من شيء، شيء انت خايف منه، حاجة متوقع مثلا متوقعها انها تحصل وبتهرب منها، عملت حاجة غلط وخايف حد يأنبك، في حالة هروب، واللي هو لو اتواجهت هتواجه بعنف شوية، فبتفضل الهروب لأنك مش عايز تواجه، لأن لو اتواجهت هتكون مواجهتك عنيفة شوية. أنا بنصحك أو التارو بينصحك، واجه، ما تهربش، بس واجه بدبلوماسية، حاول تحل الأمور بهدوء وبالراحة، وبإذن الله كل شيء هيتحل. زي ما قلنا الميزان وهو معتدل وعنده اتزان في كل حاجة، مشاعره متزنة، والمزاج يعتبر معتدل، ما فيهوش تقلبات كتير، المزاج إن شاء الله معتدل. وكمان الكارد ده بيدل يا ميزان انت لو في علاقة فالعلاقة كمان متزنة، يعني ما فيهاش اكستريمز، ما فيش مثلا عطاء بزيادة، ما فيش او مثلا بعد او أسوأ بزيادة، كل شيء متزن. يا ميزان في شخص بيحبك، انا ما اعرفش يعني، كل واحد على حسب حالته، شريكك اللي معاك بيحبك جدا وعايز يقدم لك، عايز يقدم لك حاجات كتير، يعني نفسه يقدم لك كمان اكتر من اللي هو بيقدمه لك. اللي لسه مش في علاقة، فدي علاقة جديدة، في شخص هيقرب منك هيعرض عليك عرض، يعني هيقدم لك شيء. في كلتا الحالات حاجة حلوة جدا جدا جدا. الحالة المادية يا ميزان فيها تحسن ان شاء الله، تحسن كويس قوي، ده 10 of pentacles. العيلة كلها هتكون ملمومة حواليك وبتهنيك على الخير الحمد لله اللي جالك ده، والتطور المادي اللي انت فيه ده بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. الايام دي انت صاحب سلطة وقرار يا ميزان، مسيطر على الوضع، بتاخد قرارات شديدة، قرارات مهمة وقرارات مصيرية. ننتبه للموضوع ده، لو قرار مصيري نخلي بالنا، لأن في حد برضو جنبك هنا يمكن بينصحك نصايح مش دقيقة، مش كويسة للوضع اللي انت فيه دلوقتي. خلي بالك من النصايح اللي بتقلك، ركز فيها ودورها تاني في دماغك قبل ما تقوم بأي خطوة، بالذات انك انت دلوقتي بتاخد قرارات مصيرية زي ما احنا بنقول. في خوف، ما فيش شك، في حاجة مخوفاك، في حاجة قلقاك، النوم عندك مضطرب شوية، قلقان، في قلق. في هنا كمان، بسم الله ما شاء الله يا جماعة احنا وصلنا 3K، انا مش مصدقة ازاي وشكو حلو عليا كده، ايه الجمال ده 3K، الحمد لله يا رب. الكارت ده بينم عن الخير، في خير جاي لك، جاي في اتجاهك انت وجاي لك بسرعة شديدة. الخير ده يا ميزان ممكن تكون عملته في حد ودلوقتي بيرجع لك، الخير ده ممكن يكون حاجة انت كنت منتظرها من فترة، عملت مجهود جامد فيها، بذلت فيها مجهود شديد وما اخدتش المردود بتاعها في وقتها، دلوقتي هتاخده ان شاء الله، جاي لك المردود ده قريب جدا. المطلوب منك The High Priestess بتقول لك لازم تقرب من ربنا الفترة دي، تتعبد كتير وتتكلم مع ربنا. في أسرار كمان عندك يا ميزان، واضح ان في أسرار، خلي بالك لا تتفشي في كمان. الكارت ده بيدل على ان سر بيتفضح، اما انت هتعرف سر عن حد قريب منك او سر ليك انت هيتعرف، خلي بالنا الموضوع ده مهم جدا. The Magician، الساحر، الساحر ده نهاية وبداية، يعني في شيء بينتهي، مرحلة تنتهي وبتلحق بيها مرحلة جديدة على طول، المرحلة دي انت اكثر خبرة فيها. الساحر ده معاه ادوات كتير جدا زي ما بنقول، معاه العصا ومعاه الكوباية والكوين، معاه كل الأربع أدوات المهمين في حياتنا، ففرصك كتير يا ميزان هتعرف تستغلها كويس،
لان عندك الذكاء وعندك الـ الادوات انك انت ازاي تعرف تستغل الفرص دي لمصلحتك انت. وده افتكر ده اللي هيسبب التطور في الحاله الماديه دي. نركز ونصحصح ونشوف الفرص ما نعديهاش ونعرف نستغلها كويس. نلخص القراءه: محبوب من حبيبك يا برج الميزان، حبيبك بيحبك بجد حقيقي ونفسه يديلك حاجات كتير جدا. الناس اللي مش مرتبطين في علاقه، في شخص هيتقدم وهيتكلم وهيبوح بالحب بتاعه. في هروب من حاجه يا ميزان، لو بتهرب من حاجه بليز واجهها، واجهها بصوره بطريقه منطقيه وبهدوء من غير عنف، حتى لو كنت غلطان مفيش مشكله. بلاش اسلوب قلب الترابيزه اللي هو علشان يعني خدوهم بالصوت ده، لا، لو غلطان اعترف بغلطك واللي قدامك اكيد هيغفر وهيعدي الموضوع عادي جدا. حزمة القرارات اللي بتتاخد دي نخلي بالنا، اللي بينصحنا جنبنا ده شايفين هذا الكائن ده بينصح نصايح مش كويسه. ما بنقولش ننحيه، لا، خليه موجود، بس اي حاجه اقولها لك عيد التفكير والنظر فيها. ادي القرايه الاولى، الحمد لله حلوه جدا يا ميزان، ما شاء الله. مش باين عندي سفر، مش باين عندي اي حاجه من الحاجات دي، بشكرك يا هاله. انما اللي يهمني الحاله الماديه الحمد لله انها متطوره، وزي ما قلنا ما ننساش نقرب من ربنا اكتر الفتره دي. حتى على سبيل الشكر على الحاله الماديه اللي بتتطور دي، الحمد لله ربنا يزيدكم ان شاء الله. المرحله الاولى من برج الميزان، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعي انت بالذات، ها، تعالوا بقى نشوف ايه الموضوع. اوكي، الميزان عايز ايه؟ الميزان متكتف يا جماعه، بصوا عامل ازاي، متكتف مش عارف ياخد حركه ولا خطوه. ليه بقى؟ خايف، السماء مغيمه، مش شايف قدامه، هو مش شايف قدامه الخطوه اللي جايه دي هل هتبقى صح، هل هتكون غلط، فهو قرر ان هو يقعد مكانه ما ياخدش اي خطوه. قال لك مش هتحرك، بس هو متضايق من الوضع اللي هو فيه ده، نفسه الحاله دي يخرج منها. 4K، الله اكبر، واللهم صلي على كامل النور. انا مش مصدقه نفسي يا جماعه. لا، احنا لازم نحتفل، لازم نحتفل بجد. شكرا بجد، شكرا، بحبكم قوي بجد. هنا بقى في مشاكل بالهبل بالهبل، عنده مشاكل حتى مش قادر يشيلها، مش قادر يرفعها حتى من على الارض، فوق حتى مستوى تحمله، فوق ما هو يتحمل. نفسه برضو في مساعدة، عايز مساعدة من الشريك، واخد بالك؟ Queen of Wands ده الميزان شايف شريكه كده. Queen of Wands دي، هو مش ضروري تكون دي، ممكن يكون ده. Queen of Wands ده شخص قوي، شخص عاقل، شخص بيتحمل مسؤولية، شخص جدع، بيشوفه شخص جدع من الآخر، وعنده عطاء. بصوا، ماسك وردة، يعني عنده الاثنين، ماسك عنده الحاجتين، عنده الحنان والحب وعنده القوة، الاثنين مع بعض، ففيش أحلى من كده. شايفك بصورة حلوة جدا يا ميزان، قصدي انت يا ميزان شايف شريكك بالصورة دي. الطاقة ما بين الميزان وشريكه هدف، في هدف هو انتوا بتسعوا ليه، انتوا الاثنين، ومش هترتاحوا غير لما توصلوا له. الناس دي لو هم متجوزين فالهدف ممكن يكون انتوا اعلم بيه، المهم ان انتوا الاثنين على نفس الصفحة، انت وشريكك يا ميزان على نفس الصفحة، هدفكم واحد. شريكك بقى يا ميزان حاسس بخسارة، حاسس بتقل على كتافه، وحاسس ان هو مهزوم وخسر شيء كبير جدا. نفسه في حالة مادية احسن، ممكن يكون دي حاجة كمان من الحاجات اللي مأثرة عليه، انه نفسه حالته المادية تكون احسن.
وشايفك ازاي؟ شايفك اساس قوي جدا، اساس ممتاز، بس محتاج شغل. في حاجات موقفة الموضوع، في حاجات لازم تشتغلوا عليها انتوا الاثنين مع بعض. في شيء هيحصل الفترة دي، دي حالة انتصار. العلاقة دي هيحصل فيها حاجة، يعني مش عارفة اقول، هي فرحة عامة، هي فرحة. لو كان في فراق الفترة دي وانتوا بعاد، بما ان انا شايفة انه هنا ده متكتف مش عارف يتحرك، وده حاسس بخسارة، فانا حاسة انه ممكن يكون حصل فراق، او مش شرط فراق بمعنى فراق اللي هو انفصال او طلاق او ان انتوا تسيبوا البيت، حتى فراق ان انتوا بعاد عن بعض في بيت واحد ومع ذلك منفصلين. يعني في حاجة كويسة هتحصل للعلاقة دي، هتحتفلوا بحاجة، في رجوع، في شوية حيرة. طبعا المرحلة اللي بعدها زي ما تقولوا انتوا في عملية تحول، يعني انتوا كنتوا في حاجة، كنتوا في مرحلة، كنتوا بعاد او كنتوا ما كنتوش مع بعض، وابتديتوا ترجعوا، ففي شوية حيرة، مش عارفين تتعاملوا مع بعض بالطريقة المظبوطة. لكن برضو هتقدموا لبعض حاجات، يعني انت هتقدم له حاجات يا ميزان، وشريكك هيقدم لك حاجات في المقابل، وهيبقى في جو ألفة كده، والموضوع هيبقى كويس جدا ان شاء الله. اللي يهمني في الطاقة انكم انتوا الاثنين رايحين لنفس الهدف، دي اكتر حاجة تهمني. زعل، حاسس بخسارة، شريكك خايف ياخد اي خطوة، الميزان يعني مش عايز ياخد اي خطوة وثابت مكانه، مشاكل كتير، عايزين فلوس، الحالة المادية، عايزين تطور، كل دي مشاكل. طول ما الهدف واحد كل ده يتحل ان شاء الله، كل ده يتحل. وطبعا شايفين بعض بصورة حلوة جدا، العلاقة كويسة بإذن الله، وهيحصل فيها تغير الفترة اللي جاية، ما تفقدوش الأمل يا جماعة. المجموعة الثانية من 1 لحد 10 أكتوبر، الميزان. طبعا كل مواليد الميزان في المرحلة الثانية كل سنة طيبين، happiest birthday، كراسح 1000000%. ميرسي يا منى، العفو يا إيمان، ميرسي حبيبي قوي، ربنا يخليكوا ليا. يلا بينا. قراءة المجموعة الثانية برج الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بص يا ميزان، لو انت دلوقتي بتمر بمشاكل وعندك حاسس بهزيمة او حاسس بحالة ضعف ووهن كده، يعني hold yourself كده، gather yourself، في طاقة انتصار جايلك. سيف، ايس اوف سوردز، هتحس بقوة شديدة جدا، يعني حتى لو انت ما كسبتش المعركة مش هتحس بانهزام ومش هتحس بضعف، ده الا اذا كنت يعني هتكسب المعركة بالفعل. انت شخص قوي، ما بتتكسرش، ما بتتهزمش، وما بتتنسيش. في معافاة كمان من شيء كان تعبك يا ميزان، يمكن تكون كنت تعبان جسديا او تعبان نفسيا، كنت في حالة بعد شر رائد او نايم، او يعني حتى ممكن تكون حالة نفسية وحشة لدرجة صعبة جدا. judgment، في معافاة من الحالة اللي انت فيها دي، هتقوم وهتصح وهتفوق وتصحصح كده. الكارت ده كمان ليه معنى تاني، انه انت هتطلق حكم نهائي على شيء، خلاص حاجة كانت متعلقة بقالها فترة طويلة ونايمة برضو، فانت هتاخد قرار نهائي، خلاص judgment، الحكم النهائي. الحكم النهائي ده هيحصل بعد احتفال، الله اعلم، دي مش علاقة ثلاثية، انا مش شايفها علاقة ثلاثية خالص، نهدى للي شافوا الكارت ده وحفظوه، دي مش علاقة ثلاثية، ده احتفال بشيء. في حيرة من خطوة معينة، بس افتكر دي برضو قبل الاحتفال، هتبقى محتار شوية يا ميزان، اخو اعمل الخطوة دي ولا ما اعملهاش، لان عملت بوست، طب يا ترى هيحصل ده ولا ده ولا ده، خايف من توابع القرار اللي انت هتاخده.
ما تخافش، جمع بس معلومات على قد ما تقدر، وان شاء الله في احتفال. برضو الحالة المادية كويسة جدا، بسم الله ما شاء الله، فيها تحسن كويس جدا وحالة من الاستقرار، مفيش بقى مطبات، مفيش يعني اللي هو مرة يوم معاك يوم معاكش الكلام ده، لا ان شاء الله بإذن الله دايما هتكون حالتك المادية مستقرة وكويسة. strength القوة، كارت القوة ده بالنسبة لي ليه معنيين، يا اما انت بتتعامل مع شخص قوي جدا، ممكن يكون مدير عمل، ممكن يكون اب او ام، شخصيات من الشخصيات القوية، او حتى يعني ايا كان زوج او حد، الشخص ده قوي جدا، شخصيته قوية، عشان تسيطر على الشخص ده محتاج تسيطر عليه بعقلك مش بالقوة خالص، زي ما انتوا شايفين ده اسد، ده اقوى شيء، فانت مش هتعلي عليه، اللي هتعمله انت هتحاول تروده وتسيطر عليه بس بعقلك. ازاي؟ بالراحة، بالطبطبة، بالكلمة كويسة، يعني تعرف تكسبه بالطريقة دي. انا شايفة فعلا كان في عاصفة، انت كنت بتمر بظروف صعبة يا ميزان، فعلا كان في موج عالي ودوشة ومشاكل وحاجات كتير قوي، بس انت هتدي مشاكل دي كلها ظهرك، هتديها ظهرك وتمشي، هتروح لمكان اهدى، مش مكان اهدى ان انت هتسافر، لا، بمجرد ما تدي المشاكل دي ظهرك وتبتدي تكمل حياتك، يعني هتحس بالهدوء اللي حياتك هتبقى فيه، خلاص اديها ظهرك امشي. والكارت ده كمان بيحسسني انه في ناس معتمدة عليك يا ميزان، انت لو انت ام او فانت البيت معتمد عليكي، حتى لو اخت كبيره، حتى لو انت طبعا الاب ده في كل الحالات هو ده عماد البيت، وكل افراد البيت بيعتمدوا عليه، انت شخص فيه ناس حياتهم بتعتمد عليك، انت بالنسبه لهم الامان، انت اللي بتسندوا عليك، فخليك يعني خد قرار صح وابعد عن المشاكل دي، خدهم لبر الامان، هتعدوا لبر الامان ان شاء الله. هنا بقى في سفر، 3 of wands دي رحلة طويلة وبتسلك طريق جديد خالص، واعتقد ده هيكون تأثير الحالة المادية اللي هتتطور دي، بعدها على طول هيحصل سفر، سفر بعيد يعني طريق طويل، مش يعني السفرة مدتها طويلة، مش اللي هو مسافر يومين وراجع، لا مدة طويلة ان شاء الله، وافتكر سفرك ده هو اللي هيبعدك عن المشاكل. ايوه بالظبط كده، في موت لشيء يا ميزان ما شاء الله، الدنيا عارفين انتوا القرايه بتاعتكم عامله ازاي، يعني انتوا بتقلبوا الصفحه خلاص، في موت لشيء كان غلط، مش غلط، في شيء انت كنت عايش بيه طول حياتك، يعني ممكن يكون معتقد، ممكن تكون اسلوب حياه، يعني ده هيموت وهيحل محله شيء تاني، ممكن يكون اسلوب الحياه ده المشاكل اللي انت كنت عايش فيها خلاص بقت جزء منك وانت جزء منها، خلاص الشيء ده هيموت وهيحل محله شيء تاني، يحل محله بقى الهدوء والانسجام واللي هو السكينه دي. قرايه تحفه بسم الله ما شاء الله، هلخصها بسرعه، في انتصار ليك يا ميزان، في صحوه من تعب او زعل، وكمان قرار نهائي بيتاخد بعد حيرة وتفكير كتير، في احتفال ان شاء الله، حالة مادية كويسة بتتطور كويس جدا، بعدها سفر بعيد، بعدها نبعد عن المشاكل ونروح لبر الامان ان شاء الله، نروض شخص كبير بعقلنا، وموت شيء وولادة شيء جديد في حياتك هيخلي حياتك ان شاء الله للأحسن. يا رب يبعت لكم كل خير. القراية انا عن نفسي عجبتني جدا، يعني انا كان نفسي تبقى ليا الصراحة، ما شاء الله قرايه تحفه. ميزان المرحله الثانيه، انت عايز ايه؟ ميزان حابب يكون لوحده دلوقتي وبيفكر في شيء بعمق، يفكر في حاجه يعني واخده كل تفكيره واللمبه منوره، يعني اللمبه منوره وعماله تجيله افكار، بيفكر لوحده وهو
عنده من الحكمة اللي يخليه عايز يفكر لوحده بالطريقة دي. نفسه في مغامرة معاك طبعا، مع الشريك في مغامرة، يعني ممكن تكون شيء جديد، تعملوا حاجة جديدة مع بعض، تسافروا مكان جديد، تعملوا حاجة جديدة، حاجة ما عملتوهاش قبل كده. ممكن يكون حاسس بشوية رتابة في العلاقة أو حاجة، نفسه يحس بمغامرة. شايفك ازاي سوري، انت يا ميزان شايف شريكك ازاي؟ شايفه زعلان، شايفه عنده خسارة، بصوا شايفه حاسس ان هو اتغدر بيه او حاسس بخسارة، صعبان عليك، يعني شريكك صعبان عليك. طاقة ما بينكم، يعني بصوا جمال، نايت اوف كابس، فارس الاحلام، بتحبوا بعض حب قوي جدا ما شاء الله. شريكك عايز ايه يا ميزان؟ لو انتوا لسه ما اتجوزتوش، ما حصلش ارتباط، عايز زواج. لو انتوا مرتبطين فهو عايز او عايزه طفل، وعايز الاحساس العلاقه اللي بينكم تبقى حاجه زي الام وابنها كده، حاجه فيها حب فظيع كده، الحب اللي هو اللي من الانكونديشنال لاف، من غير اللي هو من غير شروط، حب غير مشروط. الشريك متألم فعلا زي ما انت شايفه يا ميزان، ونفسه الألم ده يخلص، هو متألم فعلا. شايفك ازاي؟ شايفك صابر، تصبر عليه، تصبر عليه كتير، حاجة حلوة جدا. برضو الفترة دي في حالة يعني زي ما نقول راحة، محتاجين راحة انتوا الاتنين. انت في حالة التفكير اللي انت فيها دي واخد جنب، شريكك حالة الحزن او الخسارة اللي عنده دي مخليها برضو واخد جنب، ففي حالة ايه، ركود شوية. لكن في حاجة هتحصل، الشمس هتنور بقى شوية وهتبتدي يجيلكوا حاجة، في حاجة هتدخل على العلاقة دي هتصحصحها كده. في النهاية في نجاح، اكتمال دائرة، the world هو كارت النجاح. يعني انا شايفه لو العلاقه دي كانت لسه ما وصلتش للزواج فباذن الله هيتم. شايف قدامي تجمع عيله وفرحه وناس بتهني وحاجه حلوه قوي قوي كده. لو انتوا متزوجين، لو كنتوا بتمروا بازمه فالازمه دي بتعدي، وبرده الناس بتهنيكوا وفرحانه لكم جدا. قرايه حلوه قوي قوي، اطمنوا. مجموعه تانيه، الطاقه ما بينكم حب جميل الصراحه، ما شاء الله، ربنا يهنيكوا ببعض. ولو شريكك فعلا يا ميزان حالته كده يعني بالشكل ده، خليك واقف جنبه وساعده لغايه لما يعدي المحنه اللي هو فيها دي. انت في حاله دفاع عن النفس يا ميزان، يعني زي ما تقول الناس بتواجهك بحاجه او في حد بيواجهك بشيء وانت عمال بتزق الاتهام ده عنك، لا انا ما عملتش، في حاله دفاع عن النفس. او ممكن تكون حاله منافسه شديده، متوتر، في توتر، في عصبية، في تنشنة. تيك ات ايزي، اثبت مكانك، هتوصل اللي انت عايزه، وما انت على حق، ما تقلقش. يعني حارب كل حاجة، بس ما تخليش الحرب دي شغالة جواك، خليها شغالة بره بس مش جوا. عندك حسد يا ميزان، في حسد، في شخص بيحسدك، كارت مظلم، ظلام، عندك كارتين مظلمين. أو ممكن تكون عادة أنت تعودت عليها، عادة سيئة، ممكن تكون أي حاجة، تدخين، أكل كتير، أكل قليل، إسراف، أي حاجة من أنواع الحاجات اللي الواحد ما بيعرفش يتخلص منها بسهولة دي، وأنت منقاد خلاص ليها وبقت جزء من حياتك. ده بيتهيأ لك أنت ممكن تبطل اللي أنت بتعمله ده بسهولة جدا، السلاسل المفكوكة ممكن تسيبها وتقلع عنها بمنتهى السهولة. ولو في حسد طبعا، اتكلمنا في الموضوع ده اكتر من مره، نحصن نفسنا ضد الحاجات دي، ويا ريت ما نقولش الحاجات اللي بتحصل في حياتنا لكل الناس، علشان غصب عن الناس بتحسد. The Hierophant هنا ده بيقول ده مأذون، لو في علاقه وانا شايفاه مأذون الصراحه، ده المأذون، في زواج، في اتمام كاتب كتاب زواج، او بالنسبه للاخوه المسيحيين اللي هو الاكليل، حب غير طبيعي، غير طبيعي ما شاء الله، كمية كوبات، علاقة جديدة،
دي علاقة جديدة، دي علاقة جديدة، بس علاقة إن شاء الله نهايتها زواج. أنت لما بتحب بتحب بعطاء، بيبقى عندك عطاء يا ميزان، وبتهتم بشريكك، وبيبقى هو كل، مش كل حياتك، أول أولوية في حياتك. يعني شريكك بيحبك، عشان كده بقول لك أنت ما بتتنسيش، لا يمكن تتنسي، لأنك فعلا بتهتم بالشريك جدا. في حالة مادية هتتطور زي ما قلت لكم، زي المراحل اللي قبلها، حالة مادية ما شاء الله بتتطور كويس جدا، يعني تقدر تقول هتوصل مرحلة اكتفاء رخاء، الحمد لله، مش عايز أكتر من كده إن شاء الله بإذن الله. ودي أهم حاجة على فكرة، هي مش بالكترة، مش بكترة الفلوس، هي بالكفاية، إن أنت تقول كفاية أنا كده حلو قوي الحمد لله. The hangman برضو فيه صبر على شيء، صابر على شيء، صابر ومضحي بحاجة، في تضحية. ده هانج مان، ده راجل مقلوب قاعد مستني وصابر بقاله كتير. يعني معرفش هل انت صابر على العلاقة، ان انت تكون في علاقة كويسة، فلو انت صابر على ده فهي جاية خلاص ان شاء الله. لو انت في العلاقة وصابر على شريكك، فيعني ده موضوع تاني ممكن نشوفه في القراية العاطفية. انت معاك مبلغ مالي، او المبلغ اللي هيجي لك ده ان شاء الله اللي هيرفع من حالتك المادية، هتحتار فيه، اعمل فيه ايه، اسيبه اشيله، ادخل مشروع اصرفه، اعمل فيه ايه، في حيرة. طبعا نصيحتي ليك ارجوك شيله، محدش عارف بكرة فيه ايه. في عقبات مستمرة عمالة تطلع لك يا ميزان، كتير، كل شوية تطلع لك عقبة ما، مش عايزاك تقلق. او ممكن تكون خناقات، يعني ممكن تكون خناقات في وسط، وانا شايفه ناس كتير يعني. طلع نفسك من الحاجات دي كلها، ما تشغلش بالك بالحاجات دي الحاله، لان ده عامل لك بص قلق وخوف. ازاي؟ نومك مضطرب وخايف، عندك يعني ممكن يكون كمان كوابيس، داخل على مرحله كوابيس. فلا لا لا، ليه ليه ليه؟ والده ده مخوفني جدا، الحسد ده. خرج نفسك من اللي بيحصل ده كله لو سمحت، افصل عن كل المشاكل والمنافسه والمقارنه او الدفاع عن النفس، حاله الدفاع عن النفس اللي انت فيها دي، خرج نفسك من المود ده كله، انت مش محتاج تثبت نفسك لحد. واللي بيحسدك ده انت بحاجات معينه هتقولها، حسده ده ولا هيأثر فيك، كل ده ليه حل، بس اعمل حاجه، اعمل حاجة، ما توقفش ثابت في هنا. ده برضو بيحسسني بسلبية شوية يا ميزان، ما تقعدش سلبي، كل مشكلة حاول تعمل لها حل، حاول تلاقي لها حلها وتحلها، ما توقفش تتفرج عليها. القراءة العاطفية للمجموعة الثالثة والأخيرة، برج الميزان. انت عايز ايه يا ميزان؟ عايز مغامرة زي المجموعة الثانية، عايز مغامرة، عايز شيء جديد، شكلكم مل يعني بتملوا بسرعة، عندكم حالة ملل شوية، عايزين شوية تغيير، شوية كده تبقوا تحسوا بالخطر، عارفين؟ زي ما تقولوا حياتكم الحمد لله آمنة، ما فيهاش جديد، ما فيهاش حاجة أحداث فظيعة، عايزين شوية أكشن، أنتوا عايزين أكشن. لكن وفي نفس الوقت حاسين أنتوا متأيدين شوية مع الشريك، مش على طبيعتكم 100%، عايزين تبقوا تلقائيين كده، سبونتينيوس كده، بتقولوا اللي بيجي في دماغكم بتقولوه. وعايزين تتفقوا مع الشريك على شيء، اما انكم انتوا لو انتوا لسه ما ارتبطتوش، يعني ما حصلش ارتباط رسمي، انكم انتوا تتفقوا على الارتباط الرسمي ده، الميزان عايز يعمل الاتفاق ده، او لو انتوا متزوجين اوريدي، فانتوا عايزين تحطوا زي قواعد شويه للعلاقه، تنظموها شويه. يعني من هنا ورايح هنعمل كذا 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 كذا، هنتعامل مع بعض كذا كذا، حاجة اتفاق لمستقبل. شريكك شايفك ازاي؟ يعني مش عارفة ازاي ممكن يبقى متأكد من حاجة زي كده. شريكك يعني حاسس ان انت راضي عاطفيا، يعني هو مش عرفه بحاجة زي كده، بس هو انا شايفة كده، انا شايف ان هو شايفك مرتاح ومبسوط، ويعني ما عندكش مشاكل معاه خالص، يعني مبسوط وبتحمد ربنا عليه.
غريبة قوي دي. يعني بليز اللي يعني المجموعة الثالثة يقولوا لي اللي أنا قلته ده صح ولا إيه. شريكك بقى عايز إيه؟ شريكك كمان عايز يرتبط بيك أكتر. The lovers The lovers هو إما حاجة من اتنين، يا إما ارتباط قوي جدا، إما إنه اختيار محتاج يختار. بس الجو العام للقراءة بيقولي لأ، إن هو عايز يقرب منك أكتر وتبقوا زي مش شايفين غير بعض، لا تشوف غيره ولا يشوف غيرك. عايز إيه كمان؟ محتاج رزق من عند ربنا، من غير اللي هو بيبقى من غير مجهود ده، عايز رزق من عند ربنا إن شاء الله ربنا يديله. شايفك إزاي؟ شايفك شخص قيادي، مش قيادي بمعنى قيادي، انت ماسك زمام الامور، مسيطر، مش مسيطر عليه، لا مسيطر على حياتك، يعني اللي هو معاك بيحس ان انت الدنيا عندك مش متبعزقة، لا كل حاجة مظبوطة، الدنيا مترتبة، فاهمين قصدي؟ منظم، شخص يعني مالك حياته، هو اللي بيمشي حياته، مش حياته اللي بتمشيه. دي حاجة حلوة قوي على فكرة، بتحسس دايما شريكك بالامان. King of Pentacles دي الطاقة ما بينكم، طاقة عطاء، والطاقة طاقة ثراء. دي يعني ايه؟ يعني عندكم كتير لبعض، عندكم كتير، ولسه في حاجات لسه كمان هتطلع. بتدوا لبعض، يعني كل واحد ما بيبخلش على التاني بحاجة، سواء مشاعر، سواء هدايا، فلوس، اي حاجة من الحاجات اللي الشريك بيحبها دي ما بتبخلوش، يعني لما بتبقى في استطاعتكم ما بتبخلوش. علاقة تحفة ما شاء الله. لو كانت عدت بمرحلة عصيبة فان شاء الله هتعدي، انتوا معديين خلاص، تقربوا دخلتوا خلاص في مرحلة ايه؟ الاستقرار، وانه الدنيا ان شاء الله المية هادية خلاص، الحمد لله. الناس المتزوجين شكل في حمل، اوكي. الناس اللي لسه ما تجوزوش ده شكله زواج. لو كان لا ده ولا ده وانتم متزوجين وعندكم اولاد خلاص اوريدي، فالعلاقه بينكم حب غير مشروط، حاجه يعني بسم الله ما شاء الله تجنن. الحب الغير مشروط ده، في ايه الحب مش مشروط ده؟ ده حلم كل الناس. رايحه حلوه قوي للميزان، المجموعه الثالثه. قرب من شريكك اكتر يا ميزان، هو عايز يقرب منك اكتر، وعايزك ليه لوحده بس، مش عايز حد معاك، عايز اهتمامك يبقى كله ليه. النهارده كان يوم مش عادي. قرايات حلوه قوي، وشكو حلو، وان شاء الله عشان وشكو الحلو ده هينعكس عليكم، وكل حاجه حلوه هتجيلكم باذن الله.